بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع في فهم آيات كتابه، وأن يوفقنا للعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يتواصل الحديث معكم عبر هذا اللقاء من جوار الكعبة الشريفة، من المسجد الحرام، من عند البيت العتيق. نتدارس آيات القرآن العظيم، كتاب ربنا جل جلاله الخاتم، الذي أنزله على النبي الخاتم في الأمة الخاتمة خير الأمم، فجعله كتاب هدى. فهذه رسالة هذا الكتاب في حياة الناس، أن القرآن هدى، وكون القرآن هدى يستلزم أن يكون بياناً، وأن يكون إرشادا، وأن يكون فيه الدلالة لما يحقق الهدى والهداية للناس. والله عز وجل الذي أخبر عن ذلك ووصف القرآن بهذا الوصف العظيم في قوله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب هدى، والكتاب يهدي، لأن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والمهتدي من اهتدى بهدى القرآن، والضال من لم يهتدي بهدى القرآن. وما فارق القرآن وخالف القرآن فهو ضلال، لأن الله عز وجل أيضا وصف كتابه بالحق. وليس بعد الحق والهدى إلا الضلال. فالمؤمن راحة نفسه ويقينها وسلامة عقله وقلبه على قدر
قبوله لهذا الهدى وامتثاله لما جاء فيه بعد فهم له. ولذلك هذا شأن أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان مع القرآن العظيم، فهم أدركوا مكانته وقيمته وطبيعته ورسالته في الحياة، وأدركوا موقفهم منه الذي ينبغي أن يؤدوه مع القرآن، فهم يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، وهم يتدبرون القرآن ويتفكرون ليصلوا إلى مراد الله عز وجل من كلماته، ثم هم يعالجون بالقرآن قلوبهم ليغرس فيها الإيمان الصادق، ويعالجون بالقرآن نفوسهم لتزكو، ثم يخضعون جوارحهم لتتحرك وتعمل وفق ذلك الهدى الذي هو كتاب الله جل جلاله. القرآن حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن رسالته، وحدثنا عن بلاغه ودعوته، وحدثنا عن عبادته صلوات ربي وسلامه عليه، حدثنا كيف كان قيامه بأمر الدين في التلقي والإيمان وفي البلاغ والإنذار وفي الإنقياد والتطبيق. وسورة آل عمران هي تحدثنا عن هذا الجانب، جانب البلاغ وجانب القيام بأمر الدين والدعوة إلى الله عز وجل وبذل الجهد في حماية هذا الدين، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك باللسان والسنان. فكان القسم الأول من سورة آل عمران قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق باللسان، وهذا من خلال عرض موقفه مع وفد نصارى نجران، وكذلك جداله وحواره ودعوته مع يهود المدينة، فكان ذلك قيام بالدين بالبيان والدعوة والبلاغ. ثم القسم الثاني من سورة آل عمران تجلى فيه قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بالسنان، وذلك عندما عرضت السورة غزوة أحد. وما بين أيدينا في لقائنا هذا ودرسنا آيات متعلقة بالقسم الأول، وقد بلغنا 100 من آيات هذه السورة المباركة، ولم يتبقى إلا آيات
فيما يتعلق بالقسم الأول وهو أمر بلاغ هذا الدين وارتباط هذا البلاغ بأهل الكتاب درجة الرئيسة، وفي ثنايا ذلك البلاغ يعرض لفئة أهل الإيمان، في ثنايا ذلك الأمر تثبيتا لهم وتعليما لهم وتحميلا لمسؤولية بلاغ هذا الدين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، وتوجيها لهم وتعليما كيف يتعاملون مع من لم يقبل بلاغ الدين ورسالته، وأيضا يعلمهم كيف يثبتون على دينهم وعلى إسلامهم أمام الشبهات التي يثيرها أهل الباطل ومن لم يؤمن بهذا الوحي. وكان الحديث في هذه الآيات حول أهل الكتاب والقضية التي طرحت هنا في هذه الآيات وعرضت فيها كلام الله عز وجل فيما تعلق بخليله إبراهيم الإمام الذي اصطفاه الله واختاره الله فكان خليله عليه الصلاة والسلام، واصطفاه الله واجتباه وجعله للناس إماما، فملته هي الملة الحنيفية التي ارتضاها الله عز وجل لجميع الأنبياء من بعده، وارتضاها الله عز وجل لأممهم، وارتضاها الله عز وجل للناس إلى يوم القيامة. وكان أيضا الحديث عن يعقوب عليه السلام إسرائيل وما شرعه الله عز وجل له وما وسع عليه في شريعته، فكل الطعام كان حلا له. وأيضا تضمن الحديث عن البيت العتيق ووجوب استقباله وأنه القبلة وأنه محل المناسك، وفي ثنايا الكلام عن هذه القضايا كان الحوار مع بني إسرائيل ما يتعلق بالخليل إبراهيم في دعواهم أنهم على ملته وطريقته، فجاء الإخبار من الله بأن الحال التي كانوا عليها هي مفارقة لما كان عليه الخليل، فبرأ الله عز وجل الخليل من ذلك فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ودعواهم بأن شريعة موسى عليه السلام وما كان فيها من التشديد والتضييق
الذي كان حكمة من الله عز وجل معاقبة لبني إسرائيل المتعنتين، وعدم قبولهم لما نزل على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما في شريعته من التيسير المفارق لذلك التشديد الذي كان على بني إسرائيل، فجعلوا من الحجة في عدم القبول أنهم يعتقدون أن الشرائع لا تنسخ، وأنهم لو آمنوا به وبشريعته وبنبوته فإنهم يكونون مفارقين لذلك الاعتقاد الذي زعموه. فجاءت المحاجة لهم بأن يظهروا من كتبهم أن هذا التشديد الذي هو في شريعة موسى عليه السلام هو ما في شريعة يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام، وأن يظهروا التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فعجزوا. ثم الله سبحانه وتعالى يأمرهم ويجدد الدعوة لهم بأن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ويتبعوها بصدق، ويصدر هذه الدعوة بقوله عز وجل قل صدق الله، صدق الله في أن الخليل إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكنه حنيفا مسلما، وصدق الله في أن كل الطعام كان حلا لإسرائيل، وصدق الله في أن البيت هو قبلة الخليل إبراهيم وأنه الأول في الوضع وأنه الأفضل والمقدم على سائر بيوت العبادة بما فيها المسجد الأقصى، وصدق الله أن التحول إلى القبلة حق وصدق، صدق الله. ثم يدعوهم إلى اتباع ملة إبراهيم حنيفا، ثم يبين الآيات البينات الدالة على نبوة الخليل إبراهيم وعلى ملته، والآيات المعجزات للخليل إبراهيم المادية والتي تفرد بها الخليل إبراهيم من بين أبنائه وإخوانه من الأنبياء، حيث أبقى الله عز وجل آيته المادية المعجزة بعد وفاته وستبقى إلى يوم القيامة، وهي هذه الآيات البينات في هذا الحرم المكي، ويتقدمها مقام إبراهيم، المقام المنسوب إليه والذي احتوى آثار أقدامه، أبقاه الله عز وجل آية بينة للدلالة على نبوة الخليل إبراهيم وإمامته واصطفائه، وأن البيت من بنائه عليه السلام وهو من رفع قواعده. فيذكر الله عز وجل تلك الآيات البينات للخليل إبراهيم الدالة على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى إمامته. وما بقي، ويذكر أيضا من الآيات ما بقي عند العرب في هذه الجزيرة وعند البيت على وجه الخصوص من تلك التشريعات المرتبطة بالبيت والتي هي من بقاء ملة إبراهيم عليه السلام، مع ما فيها من التغيير والتبديل، ولكن أصلها يدل
على أصل الملة الإبراهيمية، فمما تعارف عليه العرب أن من قصد البيت يؤمن، إن قصده لحج أو عمرة فيؤمن ولا يؤخذ منه ولا يغدر به ولا يؤخذ منه ثأر ولو كان مرتبط به ثأر، لأنه قصد بيت الله، وأن من قصد هذا البيت لا بد أن يكون آمنا، فتعارفوا على ذلك، وتعارفوا أن هذا من ملة إبراهيم عليه السلام. وأما إذا دخل الحرم فالأمر في ذلك أعظم وأعظم، فكان الرجل يلقى قاتل أباه في الحرم فلا يبادره، بل لا يعرض له ولا يأتي أمامه حتى لا يكون في نفسه شيء من الخوف وقد دخل البلد الآمن والحرم الآمن. فيقول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فيقول الله لهم انظروا إلى هاتين الآيتين، آية مادية إعجازية تدل على صدق نبوة إبراهيم، وآية تشريعية تدل على ملة إبراهيم. فالأولى تدل على صدق نبوة الخليل إبراهيم وهي المقام، والآية الثانية تدل على ملته وشريعته وهي أن من دخل هذا البيت فهو آمن. فيقول الله عز وجل لهم انظروا إلى هاتين الآيتين واقبلوا ما أمركم ربكم عز وجل به أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم يعطيهم العمل والدلالة على صدق الاتباع وهو أداء مناسك الحج على طريقة الخليل إبراهيم. ولما لم يرضوا ولما لم تخضع قلوبهم لهذه الدعوة الربانية، الله عز وجل يعاتبهم عتابا عظيما وينذرهم ويحذرهم بالواعظ الأكبر الذي أنزله في كتابه. فيقول الله عز وجل لهم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. آيات الله التي عرضت عليكم التي تدل على صدق نبوة الخليل وعلى ملته والعبادة التي شرعها للخليل وشرعها للأنبياء من بعده والنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام آمن بذلك وخضع له. فيقول الله عز وجل لهم لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فالله سبحانه وتعالى شهيد على عملكم، شهيد على عملكم، فهو العليم سبحانه وتعالى وهو الرقيب جل جلاله، وهو يحصي على عباده أعمالهم. فعندما كفرتم بآيات الله أما خشيتم علم الله عز وجل بعملكم؟ ثم وهذه الآية أخبرت عن ضلالهم وانحرافهم عن الحق، والآية التي بعدها أخبرت أنهم لم يقفوا عند ذاك المستوى وهو ضلالهم،
بل أخبرت أنهم تجاوزوه إلى مرحلة هي أسوأ، وهي أنه لم يكتفوا بضلالهم بل سعوا في إضلال غيرهم. فقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فبعد أن عرض القضية ودعاهم إلى الحق والصواب وأخبر عن موقفهم مع الحق وأخبر عن موقفهم مع غيرهم وأنه تبين بالموقف الذي ذكره الله عز وجل عنهم أنهم أدخلوا أنفسهم في دائرة الضلال والإضلال، فجمعوا المفسدتين والسيئتين، فبعد أن جلى ذلك الأمر يعود الخطاب إلى المؤمنين. ونلاحظ عندما خوطب أهل الكتاب صدر خطابهم الواصف لحالهم بالضلال والإضلال، صدر بقول الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد لهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم. وعندما جاء الخطاب وانتقل الخطاب للذين آمنوا، للذين صدقوا، للذين آمنوا بأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق، وأنه لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله حديثا، فهؤلاء الذين تعاملوا مع الحق بهذا الميزان، فإن الله عز وجل يجعل الخطاب لهم منه جل جلاله إكراما لهم، إكراما لهم وبيانا لعلو منزلتهم عنده سبحانه وتعالى. فينتقل الخطاب من أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون خطاب من الله جل جلاله لهم، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الخطاب من الله، والمخاطبين هم الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل، هم الذين آمنوا بما جاء في القرآن من الحق، هم الذين آمنوا بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، هم الذين آمنوا بالأنبياء وأن الله عز وجل أرسلهم. يا أيها الذين آمنوا، وهل الخطاب هنا عام لكل هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، أو المقصود فئة منهم هنا؟ فكثير من المفسرين قالوا أن الخطاب لفئة من المؤمنين، لفئة كانت في ذاك الموقف موجودة، وعند تلك الواقعة كانوا حاضرين وينظرون ويستمعون إلى موقف أهل الكتاب من آيات القرآن وهي تتلى عليهم، والمقصود هنا على من حدد المخاطبين قال: هم الأنصار، الأوس والخزرج، الأوس والخزرج. فيقول الله عز وجل طبعا هنا لما كان بينهم
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلاقة والصلة، سواء كان في باب المتاجرة أو في باب المصاهرة، فكان بينهم شيء من ذلك. فيتوجه الخطاب لهم، ويكون الخطاب هنا بأهل الإيمان أولا كما قلت لبيان قدرهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، بيان القدر الذي لهم، وأيضا خطابهم بأهل الإيمان أن قبولهم لما سيؤمرون به ويطلب منهم المعول على ذلك القبول هو إيمانهم بالله عز وجل وتصديقهم للكتاب وتصديقهم للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فذاك الإيمان المتضمن والقائم على هذه الأصول هو الذي سيجعلهم يقفون الموقف الصحيح من أمر الله عز وجل، لا كموقف من فقد الإيمان. وتبين كيف كان موقفهم لفقدهم لصدق الإيمان، فلم يقبلوا ما أمروا به من ربهم عز وجل. فهنا يقول الله عز وجل لهم: يا أيها الذين آمنوا. إذن رأينا انتقل الخطاب من أن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب، فلما جاء مخاطبة المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح الخطاب من الله عز وجل، ثم وصفوا بأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، إكراما أنهم مستحقين لهذا الوصف، تعويلا على هذا الوصف أن يكون الدافع لأن يقبلوا أمر الله عز وجل وأن يستجيبوا لتوجيه الله سبحانه وتعالى لهم، فلا يخالفوا ما أمروا به ويؤمرون به. فإذا هذه قضية الخطاب لهم بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أليس قد أخبرهم عن ضلالهم؟ أليس قد أخبرهم عن إضلالهم؟ فحالهم ضلال، ودعوتهم إضلال، فمن أطاعهم فمعناه دخوله معهم في هذا الوصف، دخوله معهم معناه دخول في ذلك الوصف. فيقول: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، فريقا من الذين أوتوا الكتاب. أيضا هنا عبر عن البعض، وهذا يدل على الإنصاف والعدل الذي جاء به هذا القرآن. فريقا، هل هم أحبارهم وكبارهم، أو أن هذا الأمر أيضا مرتبط ببعض هؤلاء؟ ولذلك هنا
يذكر عدد من المفسرين سبب نزول لهذه الآيات، وهو أن أحد كبار اليهود واسمه شاس ابن قيس مر على مجلس للأنصار فرأى الأوس والخزرج مجتمعين فيه يتجاذبون أطراف الحديث في مودة وقرب واتحاد وتقارب، فغاضه ذلك وآلمه، فأراد أن يفرق جمعه، فبعث من أتباعه من يحضر مجلسهم وأن يبدأ يذكرهم بماضيهم والصراع الذي كان بينهم، ويذكرهم بيوم بعاث الذي كان فيه ذاك الاقتتال بينهم، وسقط ضحايا كثير من الفريقين، فبعث من يذكرهم بذلك ويذكرهم بالأشعار التي قيلت حتى تثور عصبيتهم، وحصل ما أراد، وحضر الشيطان في ذلك المجلس حتى قاموا وأرادوا أن يتنازلوا فيما بينهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحضرهم وأزال تلك الغمة وأعاد اللحمة ووثق الأخوة والألفة وبين بطلان أهل الباطل، ولذلك وصف ذلك اليوم كما قال جابر بن عبد الله يقول: فما كان يوم أقبح أولا، أي في بدايته، حيث أنهم قاموا بعد أن يعني شرح الله صدورهم للإسلام، ولكن بذاك التأثير وإثارة العصبية والنعرات وحضور إبليس ووسوسته، فكان منهم ذاك الموقف الذي جعل ذلك اليوم بهذا الاعتبار هو من ينظر إليه على أنه من أقبح الأيام. وفي النظر إلى آخره بعد حضور النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة ذلك الأمر وإنهائه وإرجاعهم إلى ألفتهم واجتماعهم وما ظهر منهم من معانقة بعضهم لبعض، فيقول: وأحسن آخرا، أي ذلك اليوم في أوله أقبح الأيام وفي آخره أحسن الأيام، من حيث هذه القضية، وهي قضية الائتلاف والاجتماع أو الافتراق والنزاع. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هم في حال ضلال، وصنيعهم مع غيرهم إضلال، وها أنتم رأيتم عندما دخلوا بينكم ماذا فعلوا، وليس الأمر عند ذلك القدر،
بل سيكون التجاوز إلى ما هو أعظم من ذلك، ولن يقفوا عند هذا الحد، بل أن تنتقلوا من الحق الذي أنتم عليه إلى الباطل الذي هم عليه. فيقول الله عز وجل: يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم، يا أيها الذين آمنوا، وصفهم. وقوله يردوكم أي سيكون هذا الأمر بوابته أنكم تفتحون قلوبكم وعقولكم ونفوسكم لقضية الطاعة لهم، فسيكون هذا هو الطريق الذي سيوصلكم إلى هذه النتيجة: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فالله عز وجل يحذر الأوس والخزرج من هذا الأمر، ويبين أن البوابة التي ستجعلهم يصلون إلى ذاك المستوى من النزول، وأنهم يصلون إلى درجة مفارقة الإيمان، هي قضية الطاعة لهم. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، والكتاب هنا المقصود به التوراة، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فإذن وهذا الأمر إنما يكون بالتشكيك والمخادعة وإظهار الغش، وكل ذلك في معرض النصح، والذي دل على ذلك في قوله يردوكم، لأنهم أظهروا تلك الأمور التي هي الإضلال والتشكيك والغش، أظهروا ذلك كله في معرض النصح، في معرض النصح، فأدركنا أن هذه الآية تضمنت تحذير من الله عز وجل، حذر أولياءه من هؤلاء المضلين، نبههم وأرشدهم وذكرهم ودلهم على ذلك الأمر وعلى المكر الذي سيسلكه هؤلاء معهم، والهدف والغاية التي يريدون أن يوصلوا المؤمنين إليها: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فإذن هو تحذير. ثم يقول الله عز وجل، وهذا طبعا بمعنى، وهنا مما ذكره أيضا عدد من المفسرين مما نقل عن قتادة الإمام المفسر التابعي، وأن هذا التحذير تضمن توجها يراد من المؤمن أن يعامل به هؤلاء، فيقول: لا تأمنوهم على دينكم، إذ لو كانوا أهل أمانة على الدين لحفظوا دينهم وما غيروا وبدلوا، لا تأمنوهم على دينكم ولا تنصحوهم على أنفسكم، ف
فبما أخبر الله عز وجل أنهم يسعون في إضلال غيرهم، ومن كان كذلك هل يؤمن أن يكون ناصحا؟ قال: لا تأمنوهم على دينكم ولا تنصحوهم على أنفسكم، فإنهم الأعداء الحسدة الضلال. فإذن، وأيضا بالنظر إلى الآيات الأخرى كما أيضا أشار بعض المفسرين، كيف تأمنون قوما كفروا بكتابهم وقتلوا رسلهم وعجزوا أن يحققوا الخير لأنفسهم، فمن كان لم ينفع نفسه هل نظن أنه سينفع غيره؟ ومن كان سلك بنفسه إلى الهاوية هل نظنه أنه سينجي غيره؟ واضح. فلذلك أيضا هذه معاني ذكرها العلماء، وأن هذه الآية تضمنت وأشارت إلى هذه النصيحة الغالية الثمينة للمؤمنين للأنصار، أن يتعاملوا بها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون؟ هذا السؤال سؤال استبعاد، وليس يعني أنهم كفروا، أن الخطاب لي: يا أيها الذين آمنوا وكيف تكفرون، فهو سؤال استبعاد وقوع الكفر منهم، استبعاد وقوع الكفر منهم. لماذا؟ لأنه قام بينهم أمرين عظيمين: وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. آيات الله، آيات القرآن، وما تضمنته من آيات دالة على أن الكتاب من عند الله، وما تضمن من آيات دالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تضمن من آيات دالة على الحق، على الحق الذي جاء به الإسلام، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله عليه الصلاة والسلام، والمقصود هنا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وفيكم رسوله، فهو الذي يبين لكم ما في القرآن، وهو الذي يجري الله عز وجل على يديه من الآيات المعجزة ما يدل على صدق نبوته، وما يجريه على يديه من الآيات الدالة على صدق ما يخبر عنه. فلذلك هنا سؤال استبعاد وقوع الكفر منهم مع هاتين الحالتين، مع هذين الأمرين، مع هذين الأمرين: وأنتم تتلى عليكم آيات الله، آيات الله، وفيكم رسوله.
فإذا هذا الإخبار وهذه الآيات، هذه الكلمات في هذه الآية الكريمة أخبرت عن هذين الأمرين، ولذلك يقول قتادة علمان بينان، أي تضمنت الآية علمان بينان، نبي الله وكتاب الله. وهذا الذي جعلنا نقول أيضا يؤيد قول من قال من العلماء أن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق، يا أيها الذين آمنوا، المقصود هنا الأنصار الأوس والخزرج. ننظر إلى كلمة قتادة، قال علمان بينان نبي الله وكتاب الله، قال فأما نبي الله فمضى وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة في حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. فالخطاب هنا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، إذن هو سؤال استبعاد، سؤال استبعاد وقوع الكفر من الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم، أي موجود بينكم، والآيات والمعجزات يجريها الله عز وجل على يديه فتدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وآيات القرآن بما جعل الله عز وجل فيها من الإعجاز أيضا دالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صدق ما جاءت به وأخبرت، وأن القرآن من عند الله عز وجل، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم يقول الله عز وجل ومن يعتصم بالله، من يعتصم بالله، أصل العصم المنع، فكل مانع شيئا فهو عاصمه. فالله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله أي من اعتصم بربه ثقة فيه فالله عز وجل يعصمه. وكيف يتحقق للإنسان ذلك؟ على قدر علمه بربه، وعلى قدر فقهه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تملأ قلب هذا الإنسان العالم بربه إيمانا يمتلئ به القلب بكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيثق الإنسان بربه جل جلاله القادر على كل شيء. فلذلك هو يعتصم بالله عز وجل ليثبت على إيمانه، ولا يكون لتلك الشبهات أثر على يقينه وصدق وتصديقه بالكتاب وبالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن يعتصم بالله، إذن ثقته بربه واعتصامه بحبله، فسيكون ذلك هو طريق النجاة له.
من مكر هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هدي أي من اعتصم بالله، هذا فعل الإنسان، المكافأة من الله أنه هدي، وفق بتوفيق الله عز وجل فيثبت على هذا الصراط المستقيم ويكون من أهله. فلذلك دلت هذه الآية على أن الاعتصام بالله أعظم طريق به يثبت الإنسان على الحق، وبه يواجه شبهات أهل الباطل، أن يعتصم بالله. والاعتصام بالله محتاج إلى العلم به سبحانه وتعالى، العلم الذي يوجد في القلب الخشية من الله، ويوجد في القلب الحب الصادق لله، ويوجد في القلب الإيمان بأن الله على كل شيء قدير. فذاك العلم الذي يوجد هذه المعاني ويبنيها في القلب هو الذي سيحقق لك الاعتصام بالله عز وجل، الاعتصام بالله عز وجل. فمن اعتصم بالله عز وجل كافأه الله سبحانه وتعالى فيشرح صدره للهدى. ومن يعتصم بالله فقد هدي، هدايته إلى أي شيء؟ هدايته إلى الصراط المستقيم، صراط الله، أي سيكون بتلك الهداية على ذاك الصراط المستقيم، أي سترشده تلك الهداية إلى الصراط المستقيم. فإذن هذه الآية الكريمة إذن بيّنت قضية سعي أهل الكتاب في إضلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الأوس والخزرج، لإخراجهم من الإسلام، وأن ينتقلوا عن الإسلام ولو كان رجوعهم إلى ما كانوا عليه من الكفر والشرك، ولو كان انتقالهم إلى ما كانوا عليه من النزاع والصراع. إذا من يسعى لمثل هذه الغايات هل هذا يكون ناصحا؟ أو يصح أن ينظر له على أنه ناصح؟ أو يصح على أنه يؤمن على دين؟ لا يمكن. فلذلك ثم أن من يجد في القرآن الآيات التي تخبره عن هؤلاء بهذه الأوصاف، ويجد إن كان الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبرهم عن هؤلاء وعن أعمالهم، والآيات والمعجزات تجري على يديه لتدل على صدقه وصدق ما يخبر به، ومن يجد ذلك في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة، كيف لا يتخذ هذا الطريق للنجاة وهو الاعتصام بالله عز وجل. ومن يعتصم بالله، وعرفنا الطريق
لي أن تكون معتصما بالله عز وجل بحق، وهو علمك بربك عز وجل، والبوابة إلى ذلك فقه أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، فإن ذلك طريق يجعل هذا القلب معتصم بربه سبحانه وتعالى. ومن اعتصم بالله عز وجل كوفئ بتلك المكافأة العظيمة، وهو أن الله عز وجل يهدي قلبه، ومن هدي قلبه فإنه سيكون على الصراط المستقيم، سيكون على الصراط المستقيم، ومن كان على الصراط المستقيم فقد نجا، ومن كان على الصراط المستقيم فقد نجا. فبعد أن الله عز وجل أخبر كيف ينبغي أن تكون تلك العلاقة، وهي عدم إيمانهم في دين، عدم إيمانهم في نصيحة على نفس، ثم يوجههم كيف يكون عملهم مع آيات الله، وكيف يكون موقفهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام، فيوجههم الرب جل جلاله ويعلمهم، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنا تأتي قضية التقوى. هذا الوصف الذي من قرأ القرآن تبين له أن التقوى قضية رئيسة في هذا التشريع الرباني وفي هذه الشريعة الخاتمة وفي هذا الإسلام العظيم، فإننا نجد أن التقوى قضية محورية في هذا التشريع، بل إن القرآن علمنا على أن قضية التقوى قضية محورية في دعوة الأنبياء كلهم، فإنه كل نبي نادى قومه بقوله: فاتقوا الله وأطيعون. فقضية التقوى إذن هي قضية رئيسة في هذا التشريع، بل من قرأ القرآن استدل على أن التقوى هي منبع كل الفضائل من هذا الإنسان، وأنها هي الحاجز لهذا الإنسان عن الميل إلى كل رذيلة وباطل، فإذن هي منبع كل فضيلة من يقوم بها الإنسان. نسأل الله عز وجل التوفيق، نعم، والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.